فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها تلد أولادا، فإذا وصلوا إلى سن معين أصيبوا بعاهة مرضية يصعب علاجهم معها، تقول فخافت أن تلد المزيد من الأولاد فيصابوا بالمرض نفسه، كلما حملت الآن وتبين حملها أسقطته وقد تابت، فماذا عليها لتكفر عن السابق؟ إذا كان أنه منفوخة فيه الروح، لكن هي متعمدة للتلافة، متعمدة، والمتعمد ما يعمل كفارة، متعمد يتوب إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله، يتوب إلى الله ولا تستمر على هذا. نعم.